مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد بحول الله انخفاض لدرجات الحرارة، هذا على المناطق الوسطى الغربية، لكن المناطق الشرقية تبقى تشهد دائما أجواء حارة. بالنسبة لحالة السماء ستكون مغشاة على العموم وشبه رعدية نحو السواحل، تقريبا نفس الأجواء بالمناطق الداخلية مرفوقة ببعض الأمطار المحلية نحو الهضاب العليا خاصة بمنطقة الأوراس. الرياح ستكون قوية نحو الهضاب الغربية، ستعمل على النشاط بعض الزوابع الرملية على المناطق الجنوبية. الأجواء ستكون مشمسة على العموم، عادة بأقصى الجنوب ستشهد بعض النشاط الأمطار الرعدية مع نشاط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالصحراء الوسطى أقصى الجنوب إلى غاية منطقة الواحات. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى مرتفعة خاصة بالمناطق الوسطى والشرقية، 25 درجة منتظرة بالعاصمة بقسنطينة باتناس، في حدود 26 درجة بعنابسكيكدا، 29 درجة بتيزي وزو والمسيلة. أما بالمناطق الغربية ستقرب 22 درجة فقط بوهران وتلمسان، ترتفع إلى 27 درجة بغليزان. أما جنوبا 28 درجة بشمال الصحراء، 23 درجة بمرتفعات الهوغار، 25 درجة بأقصى الجنوب الغربي، وترتفع إلى 30 درجة بمنطقة الواحات وأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد كما سبق الذكر الحرارة القصوى ستعرف تراجع نحو المناطق الوسطى، 33 درجة منتظرة بالعاصمة، 30 درجة فقط بوهران، لن تتعدى 29 درجة بتلمسان. تبقى مرتفعة بالمسيلة بوسعادة في حدود 41 درجة، 42 درجة على مقياس بأم البواقي بميلا، كذلك بسكيكدا عنابة والطرف نفس المقياس سيسجل جنوبا بمنطقة الواحات، 35 درجة فقط بتمنراس، 38 درجة بجانات. تبقى تفوق 40 درجة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، أعلى مقياس سيكون بالصحراء الوسطى ب 45 درجة تحت الظل. البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب، وهذا على طول الشريط الساحلي. الرياح من ضعيفة إلى معتدلة، لكن ستشتد نحو سواحل الوسطى خلال الظهيرة لتقارب 50 كيلومتر في الساعة، وتتنا من غربية إلى جنوبية غربية. درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة ودافئة تقارب 25 درجة مئوية. شروق الشمس على مستوى العاصمة ليوم الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و29 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.